مهم جدا في ظل هذه الأيام شديدة الأهمية شديدة الحساسية إن احنا نستمر في هذه المناقشة، وتحديدا تبقى فقرة رئيسية معانا زي النهاردة عن الدور اللي بتلعبه مصر تاريخيا وسياسيا في القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بتاعتنا من جهة، من جهة أخرى باعتبار أن مصر هي المحافظ الحقيقي والرئيسي، مش هقولك بس الأبرز، لا هو الحقيقي والرئيسي والأكثر فاعلية بامتياز في الحقوق العربية وخلق تهدئة بجد وخلق وحدة صف فلسطينية بجد. وخير من يحدثنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية الكبير والمعروف. إزاي صحة دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ. عامل إيه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا رب ويسعدك. طبيعة الدور المصري بالتأكيد نستطيع أن نكتب فيها كتب ومؤلفات ورسائل للدكتوراه، ولكن على المدى القريب أو خلال الماضي القريب مصر قدمت الكثير لأجل القضية، وأعتقد أنها سوف تقدم المزيد لأجل القضية. المقاربة المصرية شديدة الوضوح هي حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الحرة. نبدأ المقاربة المصرية منين؟ نبدأ المقاربة مما أشرت، هو في ثوابت للتعامل المصري في القضية الفلسطينية. الثوابت دي مصر بتأكدها في هذا التوقيت استشعارا من القاهرة أن هناك خوف وتخوف على القضية الفلسطينية. تحرك المصري وتحرك السياسة الخارجية المصرية وتحرك القيادة السياسية يصب في هذا الاتجاه، ضرورة أن يكون هناك كيان فلسطيني، وأنه لن ينعم الإقليم بأي استقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية. سيادة الرئيس في كل كلماته في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتديات الدولية كان بيأكد على هذه النقطة. مرتكز حضرتك على أن أي مقاربة ما دون ذلك بأنك تقبل أو لا تقبل هناك مخاطر على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر ومرتكز رئيسي للسياسة الخارجية المصرية في دوائر الحركة الرئيسية لمصر. حضرتك عارف أن احنا عملنا دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية في الفترة الماضية، فترة الرئيس سيسي، وركزنا فيها على دائرة الشرق المتوسط، دائرة الاستدارة شرقا، تجديد وتعزيز الدوائر التقليدية، وبالتالي في تحرك تجاه القضايا الأكثر إلحاحا لحضرتك في مجال الأمن القومي الخاص بتاعك. القضية الفلسطينية نقطة مهمة جدا لحضرتك وانت بتتحرك حفاظا على ما تبقى في القضية للقضية الفلسطينية. هتقول لي يعني ايه هنحافظ على ايه؟ استشعار القاهرة ان في مخاطر على القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية واستكمال مشروع تهويد القدس واستهداف المقدسات الإسلامية وما يجري في مدينة القدس بطبيعة الحال. القاهرة قبل أن تبدأ الأحداث لم ينتبه البعض إلى التحرك المصري المسؤول على أعلى مستوى بنقل رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية بأنكم إذا استمريتم بهذه الصورة لن يكون هناك استقرار في الإقليم وستهدد إسرائيل بالصورة. كانت رسالة مباشرة وأنه لابد من إعطاء تسهيلات وأفق للجانب الفلسطيني ممثل في قطاع غزة. هتقول لي يعني إيه تسهيلات اقتصادية رقم واحد أستاذ يوسف، والحاجة الثانية إنه يسمحوا للعمالة الفلسطينية في القطاع بدل ما كانوا 15,000 يبقوا 20,000، ونبدأ تسهيلات على المعابر، وفي إجراءات حزمة إجراءات القارة بتتحرك فيها. والتحرك ده تحرك مسؤول بيتم بصورة شبه يومية بالنسبة للدولة المصرية على أعلى مستوى. الاتصالات لم تنقطع، احنا عملنا اجتماع للأمناء العامين في القاهرة كما تعلم في العالمين، وكان السيد الرئيس التقى مع الرئيس محمود عباس، وفي اتصالات ولقاءات شبه يومية، أخرها قبل ما أجي الاستوديو كان في اتصال مع الرئيس محمود عباس. فالتواصل مستمر مع كل القوى الفلسطينية على مختلف درجاتها. اليوم الحديث عن دور مصر التراكمي في القضية الفلسطينية، يدخل ما يدخل، يعني هكون أمين مع حضرتك، يدخل ما يدخل أي طرف. القاهرة بترحب بأي دور عربي أو إقليمي بالنسبة لما يجري الآن حفاظا على أبناء الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو في الضفة. لكن ما جرى خلال الساعات الأخيرة واليوم الأول، احنا هو هيعوشك اليوم الثاني، متغيرات جديدة على السطح كنت بكلم حضرتك فيها قبل الهوى مهمة جدا الناس تعرفها. انكسر حاجز الخوف بالنسبة البعد السيكولوجي في تاريخ الصراع العربي السوري يتغير على الأرض بعيد عن المشاعر والعواطف. احنا قضينا عمرنا أكتر من 30 سنة في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي فمدركين لما نقول، نفصل العواطف عن الوقائع. صح. النهاردة الحاجز انكسر. يعني إيه؟ حضرتك كنت بتحارب على أرضك، إطلاق الصواريخ كان بيتم من غزة للمدن الإسرائيلية بيستهدف ضرب في العمق الإسرائيلي ومدن إسرائيلية.
ما جرى خلال الساعات الأخيرة هو اقتحام لأراضي إسرائيلية في منطقة غلاف غزة وفق الدولة الإسرائيلية اللي هي حضرتك تم تحديدها سيادة النائب بحاجتين: قرار 181 الصادر سنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، دولة اليهودية والدولة العربية. ما تم هو لأول مرة في تاريخ الصراع ينتقل إلى مسرح العمليات في إسرائيل. سؤال ممكن سيادة النائب تطرحه، هل ده معناه أنه الحرب ما بقتش على أرضك؟ آه بالظبط، أنت النهاردة عناصر المقاومة، مش عايز أخوض بقى حضرتك في الأرقام لأنه لازم نقول نقطة مهمة قوي، الأرقام فيها بعض المغالطات، لسه ما نعرفش حجم الأسرى لأنه الرقابة العسكرية منعا كاملا لأخبار كتير. طب بننقل مصادرنا منين؟ من الميديا الإسرائيلية، الميديا الإسرائيلية ملونة وموجهة في هذا التوقيت عشان نتعامل بحذر مع ما يجري في هذا الإطار. صح. بالتالي موضوع أنك أنت تخش، أنت قعدت 6 سنين تفاوض على جلعاد شاليت لو أنت فاكر، طبعا 6 سنين كاملة، ومصر بذلت مجهودات كبيرة، ومصر في النهاية هي اللي أتمت الصفقة، دخل من دخل. صحيح. دخل النرويجيين ودخل الألمان ودخل 100 حد، وفي الآخر مصر هي اللي أبرمت سلسة. قال يوم نقطة من أول السطر، أيا كان العدد اللي هو دلوقتي في الأسر وأيا كان قواعد الاشتباك اتغيرت، هتقول لي لا ده هو خلال ساعات ربما تبقى في عملية عسكرية. طبيعي هتبقى في عملية عسكرية، المسافة صفر بين المدرعات والدبابات واقفة في منطقة نص كيلو على مسافة الغلاف، ممكن بعد الفجر النهارده يخشوا في عمل بري، قوات برية، العملية البرية مستبعدة؟ لا مفيش حاجة اسمها مستبعدة. ليه؟ الأمور متغيرة المرة دي. الأمور متغيرة إيه؟ الجمهور الإسرائيلي سائر رسالة النائب والحكومة الإسرائيلية على المحك. ليه؟ لأنه ناس مش مدركة إيه اللي كان بيحصل في الجيش الإسرائيلي، الجيش اللي إحنا قعدنا نهول ليه، لأنه كان في رأيين في الدراسات الإسرائيلية من سنوات طويلة. رأي يقول لك إسرائيل، وإحنا كنا مش بنتجرأ لكن إحنا كنا متابعين الأحداث اليومية وما يجري بطبيعة الحال جوه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ورأي بيقول لك لا، دي إسرائيل دولة شأنها في الإقليم، ما كملتش 100 سنة زي ما كنت بقول لك، و100 سنة عشان تعيش 100 سنة في الإقليم ها وتبقى دولة لازم تقدم شروط اعتمادها وشروط قبولنا احنا بيها، اللي هي في افكار الخاصه بالارض مقابل السلام و338 و242 وغيرها من القرارات اللي انت عارفها. لم يحدث. النهارده نقطه من اول السطر، اخر 6 شهور حصل تغييرات في الجيش الاسرائيلي، 36 قياده كبيره اتغيرت، قاضي التشكيلات، قاضي كتائب، وحدات النخبه، لواء جولاني، 100 حاجه اتغيرت في الجيش الاسرائيلي. الجيش ده بيشهد اخر سنتين أول مواجهة لتحديث الجيش الإسرائيلي. هتقول لي يعني إيه تحديث الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي بيتحول إلى جيش ذكي، عدد عناصره من 80 ل 100 ألف، مش عايزين أكتر من كده. وقال لك إحنا المخصصات اللي بنحولها للتعليم والصحة هنوقفها بالنسبة للجيش الإسرائيلي. التطور اللي حصل ده غير من قواعد اللعبة. الجيش اللي بيدير النهاردة المواجهة العسكرية مجموعة هواية، ست النائب، مجموعة هواية يعني إيه؟ يعني رئيس أركان جديد ما دخلش في أي مواجهة لسه، وزير دفاع جديد ملوش علاقة، سحبت اختصاصاته كلها وتوزعت ما بين وزير الأمن الداخلي ووزير الجيش اللي هو وزير الدفاع، ومجموعة من الهواة بما فيهم قادة المنطقة الجنوب اللي بعضهم أسر بالمناسبة لأن حركة الجاد أعلنت الأسماء، وبالتالي في جزء مما يجري هو مرتبط بوضع الجيش. هل الجيش الإسرائيلي حتى لو قام بعملية عسكرية شاملة ولجأ للخيار شمشون أو الملاذ الأخير ودخل ضرب بفوزك التهديدات اللي أطلقها الإسرائيليين المسؤولين الإسرائيليين، هل ده يلغي ما جرى أمس؟ لا ما يلغيش، لأن قواعد الاشتباك زي ما قلت لحضرتك سيادة النائب اتغيرت على الأرض. النهاردة انكسر الحاجز السيكولوجي، فأنت النهاردة تقدر تخش وتعمل ده. منطقة غلاف غزة ما تروح هناك حضرتك دي عبارة عن مستوطنات محاذية لما يعرف بالسياج المباشر على طول الحدود. إسرائيل صرفت 3 مليار شيكل على سنتين عشان تعمل هذا الجدار اللي انت شفته امبارح بالجرافات بتوقع فيه. تقول لي بقى حاطين وحدات انذار وليزر وكاميرات، كل ده كان موجود، لكن الشعور بأن أكبر انكسار وأكبر إخفاق حصل بعد يوم كيبور، بعد المصريين ما حققوا في 73، بطبيعة الحال ده جزء منه حالة إخفاق كبيرة. في تحقيقات امبارح بدأت في الجيش الإسرائيلي لم تعلن تفاصيلها لكن موجودة، تحقيقات إيه؟ بالتقصير الكبير سيادة النائب بما تم أمس، لسه بقى هنتكلم في العملية العسكرية.
عمليه بريه وتخش قوات بريه، وحضرتك بقى عارف الاذرع البريه لاسرائيل فيها مشكله، ولو سقط اكبر وبعدين هتسمع فيها بقى حاله هذيان انه ايه مش هنقدر يضربوا عشان في رهائن جوه عددهم كبير في غزه. ده كلام مش صحيح، لانه اعاده هيبه الجيش الاسرائيلي ستكون رقم واحد. طبعا الهيبه دي للجمهور الاسرائيلي مش لينا، لانه اللغه العنتريه اللي اتكلم بيها المسؤول الاسرائيلي طبعا داخل هتتعمل حكومه انقاذ وطن، لان ده واضح جدا ان اسرائيل داخل فيها جانتس ومشي عليهم مجموعه اللي سيادتك عارفها، دول عسكريين، والخطر ان دول يدخلوا الحكومه دلوقتي، يعني لو شكلت حكومه دول بقى مجموعه من المحترفين عندهم خبرات كبيره سواء في جبهه الشمال او في الجنوب، يقدر يغيروا قواعد اللعبه. عشان اكون امين مع حضرتك في التحليل سياده النائب، يغيروا ليه؟ لان دول قاده اختبروا بصوره كبيره. الجيش الاسرائيلي واجهزه المخابرات في حاله من الفوضى. ده يفسر لك ان خلال الاسبوع الماضي سمعت على فيلم جلده طبعا، تمام، وسمعت على فيلم الرصيف او لسان بورتوفيق. الافلام دي مش طالعه في توقيت كذا، وقبلها كان على افلام على الموساد 2019 و20، دي مجموعه افلام عملوها واشادوا فيها بقدرات الجيش المصري وامكانيات الجيش المصري. هتقول لي هم الاسرائيليين نفسهم بيعملوا كده؟ بيعملوا ليه؟ الاجهزه ماسكه ببعض هناك وهم عايزين يمجدوا بعض ان احنا نجحنا في كذا وفشلنا في كذا، بس المصريين حققوا نصر كبير جدا. لو تشوف هقول لك بعض اللقطات في فيلم الرصيف او فيلم جولدا، تشوف بقى حضرتك ازاي السيده جولدا مائير اتعاملت مع مشهد المواجهه، ازاي في ملحمه لسان بورتوفيق اتحصلت هذه البطولات العظيمه للجيش المصري. ده في توقيت اكتوبر في يوم كيبور او يوم الغفران. النهارده مش بيتكرر بالصوره، لانه هناك فارق عشان بس ندي الامور. انت كنت بتحارب جيش نظامي اسمه الجيش المصري، اللي هو النهارده 2023 مصنف كجيش محترف في العالم وفق جلوبال فاير، واخد ترتيب دولي وليه مكانه دوليه كبيره. من 1973 ل 2023 الدنيا اتغيرت. طبعا النهارده بعد مرور 50 سنه تطور كل القوات المسلحه المصريه على احدث انماط في التاريخ العسكري العالمي. في امكانيات كتيره جدا، في تفاصيل كتيره جدا ما ينفعش نقولها على الموجه المفتوحه، جزء منها جاي في ده. طب المقابل عندك اسرائيل حصل ايه؟ اكبر تسريب وتسرب في القوات الاسرائيليه، اكبر عمليات انتحار في الجيش الاسرائيلي خلال العامين الماضيين، مناورات كلفت الجيش المجتمع الاسرائيلي كتير قوي، بياخدوا من حضرتك المخصصات الماليه والتعليم والصحه يحولوها للجيش. الاتهامات للجيش الاسرائيلي ان انتوا بتعملوا ده ولكن لم تحاربوا، بتحاربوا فصائل، بتحاربوا فصائل مش جيوش نظاميه. هتقولي لا وايران، لا هي ملهاش علاقه بايران، لانه اسرائيل لن تدخل مع ايران، اكتفوا بحرب الظل وبالصوره المباشره فيها. نقطه من اول السطر، اذا قدر لعمل عسكري ان يحدث في قطاع غزه ستكون المواجهه ليست صفريه، بمعنى في مساحه كبيره للمرونه. الامريكان قبل ما اجي بيحركوا فرقطات وبيحركوا طائرات وناقلات حملات، وهتبقى في اجراءات. هذا معناه ان الدوله اللي بتكلم حضرتك على انها دوله لديها تفوق نوعي وعسكري كبير وقدرات عسكريه تنتظر المساعدات الخارجيه، تنتظر المساعدات من ده. في دعم اوروبي بطبيعه الحال، فرنسويين بيسجلوا موقف يعني لافت لدعم ده. طبعا الرئيس الامريكي هو مش يعني تمت المصالحه بالصوره دي، في النهايه حدث عن ايباك، هو المنظمات اليهوديه والصهيونيه بتتحرك عشان الانتخابات الامريكيه، فبالتالي الرئيس جو بايدن بيتحرك من الزاويه دي، فبالتالي ليه رساله. هدف الولايات المتحده الان هو وقف الحرب، المواجهه ليه؟ وتبدا ليه؟ لانه اذا استمرت المواجهه هكون بقى امين في حتت معينه. اولا اسرائيل لن تستطيع اكتر من 20 يوم ل 30 يوم تستمر حرب، لان المدن الصناعيه اسرائيل ما تستحملش حاله الشلل اللي موجوده في المجتمع الصناعي، في ظل التعبئه عامه، تعبئه عامه 18%، منع مدارس لغايه بكره وجامعات، حاله اسرائيل كلها تحت الارض. عشان اريح حضرتك سياده النائب، اسرائيل بيت تحت الارض، تمام؟ كل اللي انت شايفه ده في الميديا اسرائيل كدوله في حاله ذعر، فانت بتتكلم على مجتمع مذعور وحاله فزع كبيره جدا. الشو الاعلامي اللي انت شايفه للناس اللي شغاله على اسرائيل فعارفين هذا الكلام، ان الشو ده موجه للجمهور الاسرائيلي، بقول له هعمل لك حكومه انقاذ وطني، ان انا هعمل كذا. هتقول لي في احدى المواجهات استمرت المواجهه 51 يوم واللي وقفها المصريين برضو، احنا مصر اللي وقفنا، صح تمام، لكن الدوله كان
حجم الخسائر الكبيرة فيها، لأن إسرائيل كلها حاجة على الخريطة مشوهة، تمام؟ المدن الصناعية اللي فوق دي لو وقفت شلل إسرائيل كامل طبعا. فما بالك في المناطق الصناعية والعاصمة، تمام؟ والمناطق الخاصة بالمطارات والمواني، كل ده واقف من امبارح، وإجراءات احترازية، حتى حركة القطارات في المدن الإسرائيلية واقفة، تمام؟ وأصيبت بشلل النهاردة مرتين ثلاثة، وشغلوها وشغلوها ليه؟ لاستدعاء قوات الاحتياطي عشان تنزل الوحدات، مش شغلوها للجمهور. فالمواطنين في إسرائيل في هذه اللحظات عايشين تحت الأرض، مفيش نبض، تمام؟ مفيش دولة. فبالتالي هم شايفين نتنياهو إنه الراجل هيحارب الحرب الأخيرة. ناس فاهمة نتنياهو ده ملك إسرائيل، ده كلام في الميديا يتقال، الآخر هو لا يستطيع أن يحسم الأمر. منذ صباح اليوم بعد الفجر المستوى العسكري في إسرائيل بيتقدم يا سيادة النائب لإدارة المشهد، مش في السياسيين. فين الوزراء اللي هم المستوطنين، تمام؟ اللي دخلوا الأقصى ودخلوا المقدسات واختفوا من الساحة، قالوا لهم تنحوا بقى، هنبدأ إحنا ندير العمل العسكري. هنا بقى في مخاوف. المستوى العسكري مع قلة خبرة، مع جيل عايز يبحث عن مجد، لأنه كل القيادات العسكرية الإسرائيلية بنت مجدها فين؟ حرب، في حروب غزة. هم حربوا، إسرائيل حربت في من 73 ما حربتش، وما دخلوش في أي مواجهات إلا مع حزب الله في لبنان، تمام؟ وبرضو دي مش حرب، عشان برضو التقييمات الإسرائيلية إن الحرب الحقيقية هي حرب يوم كيبور مع المصريين، ده الجيش النظامي اللي كذا وعملناه. فهو النهاردة بيكلمك إن هذا الجيش مش قادر على المقاومة الفلسطينية، وبيحارب على جبهة واحدة سيادة النائب، فما بالك إذا تعددت أربع جبهات؟ هيبقى عندك جبهة سوريا اللي هي منطقة الجولان والقنيطرة ومناطق السويداء ودرع، مناطق التماس دي، والجبهة اللبنانية حزب الله، وأيضا جبهة الضفة الغربية. فأنت ممكن تحارب على كذا قطاع. طب سيادتك فين بقى من القصة دي وأنت مش قادر على جبهة الجنوب اللي هي متمثلة في قطاع غزة؟ حماس كسبت أو خسرت؟ وده برضو سؤال مهم، عشان الناس بتسألنا، هي القضية مش كسبت أو خسرت، المقاومة الفلسطينية. لا أريد أن أصنف فصيل أو طيار أيا كان هذا الفصيل، في النهاية جواز السفر الفلسطيني ما فيش فيه ده حماس وده فتح، فلسطينيين، وبالتالي أنت بتتعامل بالمنطقة ده. السلطة الفلسطينية داعمة، أبو مازن لم يدن العملية، بالعكس أنه تصريحات وحتى رئيس الوزراء والحكومة في دعم للقطاع بصورة أو بأخرى. بس إحنا مش هنفرغ القطاع، لأن أنت هنا بتتكلم على لو إسرائيل لجأت إلى حرس الأرض لاستعادة الهيبة واستعادة كذا، مش عايز أقول زي الكلام اللي اتقال في الميديا الفلسطينية برضو فيها حاجات سطحية كتيرة، إن هو يكلمك يقول لك إحنا تحملنا حروب قبل كده سيادة النائب وتحملنا كذا، لا، المرة دي إعادة الهيبة. وطبعا منطقة غلاف غزة دي هتبقى قنبلة موقوتة من الآن فصاعدا. الصورة اللي حضرتك شفتها، اقتحام منازل المستوطنين، ده درس للمستوطنين كي لا يقتحموا المسجد الأقصى. الناس دي المستوطنين كل واحد من المستوطن بيسلح بثلاث قطع أسلحة، ماشي تحت سمع وبصر الأجهزة، كل شوية عايزين يغيروا الصلاة في المسجد الأقصى، هو داخل عايز يقسم المسجد الأقصى، من يقبل المساس بالمسجد الأقصى؟ في جزء من الشعور أنه لابد أن تحسم هذه الأمور. طبعا أعمال الحفر والتنقيب بعد صلاة العشاء كل يوم بتبدأ تشتغل، الهدف أن هم يوصلوا للهيكل في توقيتات معينة، في جزء في العقيدة اليهودية شغال على ده، فبالتالي بيتعامل بهذا المنطق. أنا في تقديري حركة حماس حتى هذه اللحظة، نتمنى طبعا السلامة للشعب الفلسطيني والأشطانة في قطاع غزة والسلامة للقطاع، لكن في نقطة مهمة قوي النهاردة، المستوى العسكري في حماس هو اللي بيدير ظهور ضيف المطلوب رقم واحد في القائمة في بدء العملية وافتتاحها، دي رسالة إنه لا وجود تأثير للمكتب السياسي لحركة حماس. هنية ظهر آخر اليوم امبارح بعد 14 ساعة، صالح العروج وكل القيادات العسكرية بدأت تظهر وطلوا بتفاصيل كتيرة، هذا معناه أنه المستوى العسكري حضرتك سيادة النائب في حماس هو من يدير. هل الجهاد موجودة؟ الجهاد موجود. لكن الجهاد تنسيقها ليس في إطار فكرة المقاومة الشاملة، اللجنة المقاومة الشاملة لم تتم بالصورة الكبيرة. في النهاية العمل العسكري يستبق العمل السياسي.